الآن حان موعدنا مع الوقفة الاقتصادية في نشرة السادسة. زميلتي حكمة عبد الحميد معنا الآن، أهلا بك حكمة، تفضلي. شكرا لك نهى، شكرا محمد، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3,274,000,000 جنيه إلى 5,274,000,000 جنيه، بزيادة قدرت بمليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين. وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته. ولفتت الوزيرة إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية، ذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل. وخلال لقائها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر بالسعودية، سلطت وزيرة التخطيط هالة السعيد الضوء على تدشين مصر لمجموعة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة في مجالات الاقتصاد الأخضر. وأعربت السعيد عن التطلع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27 خلال العام الجاري. شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في دورته 36، والتي تستضيف العراق وتنظمه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. وسعد وزير الزراعة خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والأنماط الغذائية الصحية للجميع من أجل حياة أفضل. كما يعقد وزير الزراعة لقاءات ثنائية مع بعض الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر لبحث أوجه التعاون الزراعي للمشترك. أكدت وزارة البترول أهمية الإسراع بتنفيذ خطة إقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء، وهو أحد أهم الموانئ البترولية بمنطقة العالمين، ما يتواكب مع جهود الدولة لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العالمين الجديدة. وخلال رئاسته الجمعية العامة لشركة البترول الصحراء الغربية ويبكو لاعتماد موازنتها التخطيطية، أشار الوزير إلى أنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازي مع الأعمال الجارية لمد خطي أنابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى العالمين الجديدة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول منخفضة. وتراجع رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنحو 1.21% ليغلق عند مستوى 11548 نقطة. تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 84% يغلق عند مستوى 2155 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع. سجل اليورو 17.92 للشراء و 18.3 للبيع. وصل الجنيه الاسترليني إلى 21.25 للشراء و 21.29 للبيع. العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء و 4.29 للبيع. سجل الريال السعودي 4.17 للشراء و 24 قرش للبيع.
توقع وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي أن يصل إنتاج القمح إلى 3 ملايين طن في الموسم الحالي، وهو أقل من الموسم السابق. أرجع وزير الزراعة هذا التراجع في الإنتاج نتيجة تخفيض الخطة الزراعية الشتوية بمقدار النصف. يعد العراق مستورد رئيس للحبوب بالمنطقة، ويحتاج إلى ما يتراوح بين 4.5 و 5 ملايين طن سنويا لإمداد برامجه الضخمة لدعم الغذاء. انتهت الوقفة الاقتصادية في نشرة السادسة، وعودة إلى زملائي نهى ومحمد. إليكما حكمة عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر.